الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: باب قضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر الشافعي العسقلاني رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتم أخرج الأربعة وهو معلول. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. الحاجة كناية عن البول والغائط، كناية عن البول والغائط. والفقهاء يذكرون الألفاظ المستقبحة بغيرها ويكنون عنها ولا يصرحون بها ما أمكنهم ذلك، فإن الحياء شطر كبير من هذا الدين. والحاجة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فقد سمي البول والغائط في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحاجة. وهذا الباب بعضهم يعبر عنه بباب قضاء الحاجة، وبعضهم يعبر عنه بباب الاستطابة. والاستطابة هي طلب الطيب، والاستطابة هي طلب الطيب. والمراد بالطيب هنا تطهير القبل والدبر بعد قضاء الحاجة. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. هذا الحديث أخرجه الأربعة من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، أخرجه الأربعة من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. وقد أعله أهل العلم بعلتين، أحدهما أن ابن جريج لم يسمع من الزهري، أحدهما أن ابن جريج لم يسمع من الزهري رحمه الله تعالى، وإنما سمع هذا الحديث بواسطة عن الزهري. والواسطة بين ابن جريج والزهري هو زياد بن سعد، والواسطة بين ابن جريج والزهري هو زياد بن سعد. وأيضا إسناد هذا الحديث فيه انقلاب، فالحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فانقلب ذلك على بعض الرواة فرواه بهذا اللفظ: إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لأجل هاتين العلتين ضعفه أهل العلم وحكموا عليه بالضعف. هذا الحديث استدل به من قال بكراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، من قال بكراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وأنه يستحب أن ينحى كل ما كان فيه ذكر الله عز وجل. ولم يرد في هذا الحديث إلا الفعل المجرد، فلا يدل فعله المجرد على الوجوب، وإنما يدل على استحباب. وجماهير أهل العلم على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وإذا كان ما فيه قرآن فالكراهة تشتد، فإن الكراهة تشتد. نعم لا صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة، أي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، أي أخرجه الستة وأحمد رحمة الله عليهم. وهذا الحديث حديث من الصحة بمكان. وقوله أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث رويت بروايتين، رويت بضم الباء الخبث، ورويت بتسكين الباء الخبث، ورويت بالتسكين الخبث والخبائث. أما بالضم فالمراد بالخبث إناس الشياطين، أما بالضم فالمراد بالخبث إناث الشياطين، والمراد بالخبائث ذكرانهم، والمراد بالخبائث ذكرانهم. أما بالتسكين فالمراد بالخبث كل ذات نفس شريرة، فكأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشر وأهله. والأفصح عند أهل اللغة وأهل الحديث ضم الحديث، لذلك أكثرهم يرويه بالضم اللهم إني أعوذ بك من الخبث. هذا الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عند دخول الخلاء، وهذا الذكر يقال قبل دخول الخلاء لما صح عند البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد من حديث أنس أيضا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء، فهذا الذكر يقال قبل دخول الخلاء، يقال قبل دخول الخلاء. أما إذا كان يقضي حاجته في الخلاء فإنه يقول هذا الذكر إذا شرع في إنزال ثيابه، فإذا أراد أن ينزل ثيابه قال هذا الذكر، فإذا أراد أن ينزل ثيابه قال هذا الذكر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدامة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. ثم أيضا أورد أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. الإداوة إناء صغير من جلد، الإداوة إناء صغير من جلد، والعنزة هي الحربة الصغيرة، والعنزة هي الحربة الصغيرة. قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على الفعل غالبا، يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك غالبا. فقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا الفعل. وقد تأتي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء نادرا، كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي كنت أطهر النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه، وعائشة رضي الله عنها طهرت النبي صلى الله عليه وسلم للحل وللإحرام في حجة الوداع، في حجة الوداع. وإلا فإن الأصل في كان في أفعال النبي وأقواله أنه كان يداوم على هذا الفعل. هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء،
دليل على جواز الاستنجاء بالماء. والاستنجاء هو استعمال الماء في قطع الخارج من السبيلين، وهذا الحديث دليل على ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبعد من كره الاستنجاء بالماء من أهل العلم، وأبعد من كره الاستنجاء بالماء من أهل العلم. هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي له أن يستعد لطهوره، فيتأكد من وجود الماء أو الحجارة وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل معه إداوة من ماء وعنزة صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه شرف ظاهر لأنس رضي الله عنه، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا الحديث دليل على استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، دليل على استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، وذلك بالاستدار بشجرة أو أكمة أو نحو ذلك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا ترى العورة ولا يسمع صوت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. اللعاء لام عين ألف. اللاعنين. صحيح اللاعنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني الحديث. معاذ بن جبل هو معاذ بن جبل ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري، ابن أوس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الثانية وغزوة بدر وما بعدها. بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته إلى اليمن معلما، فقد كان رضوان الله عليه من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقدم إلى المدينة إلا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث أبي هريرة فهو حديث صحيح عند مسلم، والأحاديث الأخر أحاديث ضعيفة. دلت هذه الأحاديث على أن التخلي في بعض المواطن التي فيها أذية الناس من المحرمات. والمذكور في هذه الأحاديث ستة مواضع: أولها طريق الناس، وثانيها الظل، وثالثها الموارد، ورابعها نقع الماء أي مجتمع الماء، وخامسها
تحت الشجار المثمرة، وسادسها على جانب النهر، على جانب النهر، فيحرم التخلي في كل موضع يتأذى المسلمون من التخلي فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يفقد ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت ذلك. هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه ابن السكن وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف، وأعله أهل العلم بثلاث علل، وأعله أهل العلم بثلاث علل. استدل بهذا الحديث من قال بوجوب تستر الإنسان عند قضاء حاجته، وهذا دلت عليه أدلة أخرى. واستدل به كذلك من قال بمنع تحدث الإنسان مع شخص آخر عند قضاء حاجته، لأن الحديث عند قضاء الحاجة فيه دناءة وقلة حياء فيمنع لأجل ذلك. والصحيح هو أن الكلام عند قضاء الحاجة مكروه، وأن الكلام عند قضاء الحاجة مكروه، ولا يصح الكلام عند قضاء الحاجة إلا لحاجة، إلا لحاجة. فإن احتاج للكلام كأن يدعى لأمر عاجل فيجيب بقدر الحاجة جاز له ذلك، لعدم وجود الدليل الذي يحرم الكلام عند قضاء الحاجة، الذي يحرم الكلام عند قضاء الحاجة. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الحديث، هذا الحديث دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول، لأن إمساك الذكر باليمين في حال البول يدل على عدم تكريمها، وقد جاء الشرع المطهر بتكريم اليمين. وقد حمل جماهير أهل العلم هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكراهة، ولم يحمل هذا النهي على التحريم، ولم يحمل هذا النهي على التحريم. وذهب داود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم إلى حرمة مس الذكر باليمين حال البول، وذهب أبو محمد بن حزم وداود بن علي الظاهري إلى حرمة مس الذكر باليمين حال البول. والأحوط للمسلم ألا يمس ذكره بيمينه، فإن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ولا معارض له. هذا الحديث قيد فيه مس الذكر بحال البول، وهذا القيد قيد معتبر عند أهل العلم، فينهون عن مس الذكر باليمين في حال البول خاصة، أما في غير حال البول فيجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمينه، أن يمس ذكره بيمينه، فلا
نهي عن مس الذكر باليمين إلا في حال البول خاصة. هذا الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمين. هذا الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمين سواء كان بالحيارة أو بالماء، فلا تستعمل اليد اليمنى في الاستنجاء. هذا الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء، وإنما يتنفس في خارج الإناء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجل دابة أو عظم. رواه مسلم. ولسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم أورد حديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. سلمان الفارسي هو أبو عبد الله سلمان الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصله من فارس، طلب الدين فتنصر وصار نصرانيا وقرأ الكتب، فوقع في أسر بعض العرب وباعوه لبعض اليهود، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في المدينة فانتظره، ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه بعلاماته فآمن رضي الله عنه وأرضاه. مات بالمدينة سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث دليل على النهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول، والكلام على هذه المسألة سيأتي في الحديث الذي بعده. هذا الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وقد تقدم ذلك. هذا الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمنى، وقد تقدم ذلك في الحديث السابق. هذا الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. بأقل من ثلاثة أحجار، لأن أقل من ثلاثة أحجار لا ينقي غالبا. لأن أقل من ثلاثة أحجار لا ينقي غالبا. وقد جاءت السنة بأن أقل الاستجمار يكون بثلاثة أحجار، فإن احتاج لأكثر من ثلاثة أحجار فإنه يقطع الأحجار استحبابا في وتر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استجمر فليوتر. فمن احتاج لاستعمال أكثر من ثلاثة أحجار فإنه يقطعها على وتر، إما خمسا وإما سبعا. نعم. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري قال: وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد الأنصاري، غلبت عليه كنيته فصار يدعى بأبي أيوب، واشتهر بها رضي الله عنه. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في بيته لما قدم المدينة صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا، فهو من بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو أيوب الأنصاري شهد بدرا وما بعدها من الغزوات، وشهد أبو أيوب كذلك الفتوحات التي افتتحها المسلمون، ولم يتخلف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن غزو أبدا، حتى توفاه الله عز وجل في غزوة القسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 52.
هذا الحديث حديث أبي أيوب دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول، على استقبال القبلة أو استدبارها في حال البول، والنهي للتحريم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، أشهر هذه الأقوال أن استقبال القبلة واستدبارها محرم مطلقا، سواء كان في البنيان أو كان في الخلاء. والقول بتحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا هو المشهور من مذهب الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي كذلك اختيار ابن العربي من المالكية وابن حزم من أهل الظاهر. فهؤلاء جميعا يرون حرمة استقبال القبلة ببول أو غائط مطلقا. القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة، وهو التفريق بين البنيان وبين غيره، فيجوز أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها في البنيان، ولا يجوز ذلك في الخلاء، وهو قول أهل الحديث ومالك والشافعي رحمة الله عليهم، وبه تجتمع الأدلة، ومن الأدلة هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام وكان في بيت حفصة رضوان الله عليها، استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة، فهذا يدل على أن الأمر فيه تفريق بين البنيان وبين غيره. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا الحديث ليس من حديث عائشة رضي الله عنها، بل رواه أبو داود عن أبي سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعزو الحديث إلى عائشة رضي الله عنها، أو نسبة الحديث أنه من رواية عائشة رضي الله عنها، وهم من الحافظ رحمه الله تعالى. وكذلك لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ضعف الحديث، ولعله يميل إلى تحسين الحديث، وإلا فإن الحديث ضعيف، فهو من رواية حسين الحبراني رحمه الله تعالى. وحسين هذا مجهول، لأنه من رواية حسين الحبراني رحمه الله تعالى وهو مجهول. هذا الحديث دليل على الاستتار من أعين الناس عند قضاء الحاجة، والاستتار تدل عليه أدلة أخرى غير هذا الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. قبله وعنها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة صحاب حاتم والحاكم. نعم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن،
وهو أصح حديث في هذا الباب. وهذا الحديث دليل على استحباب قول غفرانك بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث فيه ذكر آخر غير هذا الحديث. فما يروى عنه أنه كان يقول ذكرا آخر عند خروجه من قضاء الحاجة لا يصح. وطلب المغفرة في هذا الموضع مناسبته أن الإنسان لما خف جسمه بخروج هذه الأشياء التي كانت في بدنه يتذكر تقصيره في جنب الله عز وجل، فالله منعم عليه بنعم وهو مقصر في جنب هذه النعم، فيستغفر الله تبارك وتعالى من تقصيره. ويرى بعض أهل العلم أنه يستغفر الله عز وجل ويقول غفرانك لأنه انقطع عن ذكر الله عز وجل، وهذه العلة لا تصح، لأن انقطاعه عن ذكر الله عز وجل مأمور به، فهو مأمور أن ينقطع عن ذكر الله عز وجل، فلا يستغفر الله تبارك وتعالى من أمر أمر به. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الحديث. أما عبد الله بن مسعود فهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، كان رضوان الله عليهم سادس رجل في الإسلام، سادس رجل في الإسلام، أسلم قديما وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن مسعود فضائله كثرت، ذكرت في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الناس دقة ساقيه وضحكوا لذلك قال أتعجبون لدقة ساقي ابن مسعود، فوالله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، وهذا يدل على مكانته عند الله تبارك وتعالى. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من يقرأ القرآن أن يقرأه على قراءته، قال من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. مات رضي الله عنه بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 32، وهذه السنة ذكرنا فيها جمعا من الصحابة ماتوا فيها، منهم مات فيها أبو الدرداء، ومات فيها العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات فيها ابن مسعود، ومات فيها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. هذا الحديث دليل على أن الاستنجاء لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث أو روثين، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده قريب، فلا يبعد أن يكون حسنا، فلا يبعد أن يكون حسنا من حيث الإسناد، أما من حيث المتن فهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بأنهما لا يطهران. هذا الحديث دليل على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر طهارة لا يلزم معها الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنجي من البول، أو لا يستتر من البول، أو لا يستنزه من البول. فيدل ذلك على أنهما إنما عذبا في قبرهما لأجل تقصيرهما في البول. هذا الحديث دليل على وجوبه تنزه الإنسان من بوله، وفيه دليل على إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما أحاديث عذاب القبر في السنة فمتواترة، لذلك الذي ينفي عذاب القبر يكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. ثم أورد حديث سراقة بن مالك، وهو سراقة، وهو أبو سفيان، سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه الكناني، مات بعد موت عثمان رضي الله عنه سنة 35. والحديث المذكور حديث شديد الضعف، ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليعلم حاله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدهم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. ثم ذكر حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. عيسى بن يزداد أبوه ليس صحابيا، بل هو من التابعين، أبوه ليس صحابيا، نص البخاري على أنه لا صحبة ليزداد، فحديثه مرسل. والنتر هو أن يجذب ذكره بعد البول فيستخرج منه باقي أن يجذب ذكره بعد البول ليستخرج منه بواقي البول، ثم يضرب ذكره عند رأسه. والنتر من أسباب الوسوسة، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النتر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، أصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود. هذا الحديث ضعيف بجميع أسانيده، هذا الحديث شديد الضعف، وهو دليل على استحباب الجمع بين الماء والحجارة، ولا يدل دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه استحباب الجمع بين الماء والحجارة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.